الجزائرية. مشاهدينا الكرام، أرحب بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج ميناء الجالية. في الحلقة الثانية من هذا البرنامج تطلعات وأفاق الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ولما التحق بنا الآن ضيوفنا داخل الأستوديو السيد محرز العماري ناشط في المجتمع المدني ومناضل حقوقي، كما يحضر معنا داخل الأستوديو الدكتور إسماعيل خلف الله خبير في القانون الدولي وعبر خدمة سكايب من تونس النائب البرلماني السابق شكيب جوهري، ومن مدينة ليون بفرنسا السيد ناصر خباط ناشط جمعوي للجالية الجزائرية بمدينة ليون. قبل الفصل كنا نتكلم الدكتور خلف الله نعم. قضية التمزق وقضية نعم. هذا الهوى وقضية كيف هذا الشرخ الموجود نعم الشرخ هذا الشرخ كيف الموجود. يمكن تجاوز نعم. كل هذا مع الجالية نعم. قلت أنا يعني المسألة الثانية اللي ركز عليها لليوم هي زي تدعونا وتنبهنا لردم هذا الهوى ولمعالجة هذا التمزق ولانتباه لهذا الكنز، هي قضية قلت أن الجزائر اليوم تعيش هجمة شرسة وتصريحات يعني تضرب في التاريخ تطعن في تاريخ الجزائر وفي تاريخ الشعب الجزائري. مين؟ من المسؤول الأول في الإليزي لحقنا وصلنا لهذا الحد. إذن وإحنا نملك 5 ملايين هذا المصرح بها، يعني 5 ملايين المصرح بها اللي راهي صوت معروفة جزائري معروفة مسجلة اللي صوت جزائري قادر يغير موازين قوى الإليزي فعلا. لو كانت عندنا خطة وعندنا يعني لوبي. تكتيك لوبي نعم. حقيقي نعم. رانا الآن هؤلاء هذا مع الإليزي هذا الساسة هذه ماري لوبان راهي تجي تخطب ودنا وماكرون يتحاشى وباه يصرح بتصريح كما هذا كما راه يتحاشى وباه يصرحوا ضد اقليات اخرى ما كان لها شخص فاذا فنعتقد ان هذا وهذا من يقوم بهذا في الحقيقه ربما نلوم ونقولوا باللي ان حتى الجاليه لا تعطي هذه القيمه وربما هناك من تيارات من يعطيها بعد ديني وهذا الدين مش عارف مين جابوه يقول لك عين حتى جهات يقول لك أن هذا الانتخاب لا يجوز كيف نصح هذه المفاهيم هؤلاء هذو الناس اللي راهم يتبعوا الفتاوى وهذو كيف نصححهم كيف نصححهم المفاهيم لأنه الآن أنت راك عندك سلاح هذا أولا المواطنة راك تمارس مواطنتك راك فرنسي أو إسباني أو برتغالي أو كذا فكيف تمارس نتكلم على فرنسا بالخصوص الآن كيف تمارس هذه المواطنة اللي تتمثل أولا في الورقة الانتخابية الورقة الانتخابية هي سلاح في الحقيقة هي سلاح احنا الآن الإسلاموفوبي هذا يضرب أطنابه وأصبح ورقة انتخابية عند الفرنسيين الساسة الفرنسيين سقوط انحدار تام وأصبحت كل برامج انتخابية كلها تتركز على سيد خلف الله في هذا النقطة بالذات يعني المشكل كولتوريل اي كولتوريل في الجانب الديني في الجانب الديني لا تنسى ان ساركوزي منذ سنوات مع عميد مسجد باريس صح تقرر الحديث عن ما يسمى اسلام فرنسا وليس الاسلام في فرنسا وهذه يعني الاسلام دو فرنسا الاسلام دو فرنسا الاسلام اون فرنسا اون فرنسا الاسلام دو فرنسا اي نعم هذه كونسيبسيون جديده نعم. صح جديدة. انا نقول وهذه نرجع لموسكيت باري هنا الجزائر تصرف عليه فعلا وفي الواقع وراه راه يخدم جهات اخرى ربما حتى ربما حتى بعض المساجد اللي كانوا يشرف عليها عناصر الجاليه والجمعيات الجزائريه اليوم اصبحت تخدم جهات اخرى تخدم جهات اخرى وهذه الحقيقه لازم نصارحوا بها بالرغم ان الائمه يتلقون اجورهم من السفاره الجزائريه كيف نصحح نعم. هذا سنعود الى مسجد باريس نعم. اعدك اننا سنخصص حلقات لهذا السيد محرز العماري ربما انت لك راي اخر يعني في قضيه التواصل الجاليه بالوطن الام هو في الحقيقه انا عندي راي مش بعيد على 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 الراي اللي مطروح الان نعم. ومبرز على الطاوله ولكن فقط في كلمه ديشيرور يعني نعم. لا ديشيرور مو جو لا فوا بلي فيه اون ديشيرور بتتر ستركتورال سوسيال اورغانيك ولكن ديشيرور تاع نحب الوطن وديشيرور مع الوطن الام ديشيرور كولتورال اي سوسيال Je vais vous dire un truc. هذا الواقع اليوم تاع الجالية يعني. اليوم الجالية نعم. خلينا لا صحيح انت راك تشوف عندك فكرتك انا نعطيك فكرتي لان شوف الجالية هم الجماعة راهم هنا سي شكيب وسي وسمو وانا في 75
كأول وطني في اتحاد الشبيبة كنت خير ثلاث سنين أمين وطني مكلف بالشبيبة تاع الهجرة دونك من 75 وأنا متعايش مع قضايا الجالية قضية الجالية سي بو سا أنك نروحت عملت عدة نشاطات ثما وعند احتكاك كبير ونعرف واش يخمو رغم الصعوبات اللي راهم عايشينها اون ديشيرور بالنسبة للوطن ما كانش ديشيرور بتاتر ولكن يبقى ديب مهما المشاكل مهما الامور نعطيك مثال نعطيك مثال احنا وصفنا لا لا وصفنا احنا نو احنا وصفنا مش قضيه ان الشخص الجزائري هذا بعد على ابد بالعكس بالعكس هذا واش يعني نقول يعني لا ديشيرور لامور دو لا باتري حب الجزائر هذه بالعكس شو نعطيك مثال في وقت معين وقت اللي كانت لاميكال وحتى بعد لاميكال كانت ليكوني دو فاكونس كان يجيبوا الاولاد هنا سي خلف الله من بين المناضلين اللي كانوا مؤطرين سي خلف الله في الجزائريه الجزائري باوروبا كانوا انا يعني انا ربما كنت نعم يعني في وقت قريب كانوا لكارافان دو سوليداريتي نعم يجيو نعم من بعدين نعطيك مثال اخر حتى باش يبرهنوا باللي هما جزء لا يتجزا من 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 القوة الوطنية في الجزائر في قضية الصحراء الغربية مثلا فهم كسوا شاكيب بركيزي يقدر يهضر لك عليها كسوا ناصر خباط كسوا دكتور باسكو هما زايد على الصفة اللي عطيتها بهم هما أعضاء اللجنة الوطنية لنظام الشعب الصحراوي في تونس وفي ليون وفي وكان مناطق أخرى نعم الشبيبة الجزائرية عندما كان باش يتمسكوا بمبادئ التحرر والحرية والاستقلال بتاريخ بلادهم كان يجوا في قوافل تاع التضامن قوافل إنسانية وتاع التضامن مع الشعب الصحراوي ومع كفاح ونضال ومع تقرير المصير ومع الشريعة الدولية بالمئات كانوا يجوا يروحوا المخيمات ويوقفوا مع الشعب الصحراوي ويبرزوا القيم الأخلاقية النبيلة وكانوا يجوا يحضروا هنا في الجزائر في نشاطات إحياء ذكرى الأعياد الوطنية. نعم. تقدر تقول لي هذه يعني لغة خشب؟ نعم. ولا كذا نعم. باش نتأكد لك. احنا في اسمح لي اسمح لي والله غير تسمع أنا أعطيني لا أنت راك تشوفها جزء فقط جزء شوف شوف حنايا من الحصة هذه يعني في الحقيقة وبرنامج هذا واش راه يعني؟ نتأكد لك يعني نشوفوا لي زانومالي حقيقة خليني تقول لي ديشيرير احنا ما نقول خليني نكمل احنا أنا نشوف الفرد الجزائري ما يتمسك بوطنه خليني كيف نستفيد بهذه الحرقة اللي راه يعيشها هذا الجزائري اليوم كي تقول لي اليوم الجالية وأكبر صوت والأستاذ محرز والله لا اليوم الجالية والصوت عنده بسمح لي خليني نكمل كل ما ذكرته الأستاذ محرز راحم على ميكال دي زاجيريا ونوروك بالعكس والدليل على هذا بالعكس إذا نفهمك شوف بالعكس هل بقات الدوريات بالعكس لا خليني نكون فاكونس البروبليم يخرجوا البروبليم لا كوميونيتي سي بالون كي فاكونس الشعلة الوطنية موجودة يفو لا بروندر اون شارج يفو لا بروندر اون شارج كنت تقول لي رحمة على ميكال ما راحش على ميكال يفو لا بروندر اون شارج ابيكي خليني ما خليتيش نكمل تفضل اليوم كي تقول لي راحت ما قلتش راحت كون راحت كون ما راحت على ميكال ما يكونش اون فاس دو نو اليوم شكيب من جينيراسيون تاع وطنيين مخلصين كذا وما يكونش اون فاس دو نو شكيب نائب برلماني أدى ما عليه لا لا مش نائب برلماني فقط نعم. شكيب مناظر كذلك نعم. شكيب رجل ميدان وناصر كباط كيف سي با دي جون بي جايين مناضلين بدون يعني هيكله وباقيين نعم. يواصلوا كيفاش يوصلوا الرساله هل الاسر والعائلات المهاجره اليوم تلقى المكان لما راه تجي للجزائر سنويا برايك يا اخي العزيز الان سارى مع شكيب لحظه لا اسمح لي خليني نكمل كما كمش الفكره لا معليش اعود اليك باش الاراده السياسيه موجوده نعم شوف تبرد في الميثاق في الدستور نعم. الاخير نعم. وفيه الان نعم. بدات بعض الافكار تبرز باش كيفاه المشاركة تاع الجالية الوطنية والهجرة لا. في الحياة الوطنية معلش سنرى هذا مثلا نلقاوها في نعطوهم حقهم السي محرز رجاء نلقاوها في سأعود إليك لوبسرفاتور دو لا سيتي سيفيل السي محرز الكونسي سوبيريور دو لا سيتي سيفيل سو لي تيكست أستاذ نلقاوها سو لي تيكست أستاذ شوف لا حبينا نصارحوا شوف أستاذ أنا عايش في المجالية ونقول لك أستاذ هذا الخطاب اللي عدنا نقولوا احنا رانا جايين هنا بور باه نعري هذا لي زانومالي اذا تقول لي انت كاينه هذه كاينه في النص لا إذا لكن في الواقع نزيد نقول لك يا استاذ الجاليه انا في اعتقادي شوف. في اعتقادي الجاليه ما بقاتش باه تمثلها بنايب
النايب هذا مش نايب اللي... أنا لا 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 ما بقاش باش تبدلها بأفكار يعني تتفرضها أنت يا جيدي كريدون تحاول تبرز أفكارك. أستاذ خلف الله أستاذ الجالية مش هادي حتى نشرك ضيوفنا عبر سكايب رجاء. نذهب إلى تونس معك السيد شكيب، ربما احتد النقاش يعني دخل الأستوديو. برأيك الأستاذ شكيب، يعني صراحة منذ وجود لاميكال دي زالجيريا اون اوروب سواء بتونس أو بفرنسا، خاصة اليوم لاميكال قدمت ودادية الجزائريين بأوروبا، قدمت الكثير للأسر للعائلات، ذلك التواصل، تلك الجسور الثقافية والرياضية والنضال اللي كان. ولكن الواقع يؤكد بأنه منذ إلغاء ودادية الجزائريين بأوروبا خلاص هذا التواصل غير موجود. يعني اليوم باختصار لازم تدير يدك في جيبك وتجيب 3000 يورو إذا كان عندك زوج أولاد وزوجة باش تجي. منعاود نرجع معك، أنت واحد من الناس اللي وقفوا على مشكلة الخطوط الجوية الجزائرية اللي مازالت مطروحة من 1980 إلى 2021. والدكتور خلف الله رجل رب أسرة أستاذ جامعي يسكن هناك، يعرف ويؤكد هذه الحقائق سواء في الحلقة السابقة وإلا في الحلقة هذه. وين تفضل أستاذ شكيب. شكرا. هو سؤالك مستعد الجوانب، نحاول نكون مختصر. أنا شوف رجل، أساسا أنا مبدئيا أتفق مع الحاج محر بحيث أنه كلمة قطعة تعني أنه انتهى الخطاب، فصل الخطاب ولم تعد أي فرصة أخرى لإحداث معناتها اتصال ونرجع للتواصل في كان بين جاليا وبين دول الجزائر. أنا أظن أنها قطعة، بل هي خمول أو أنها عدم تواصل. وهذا عدم تواصل إذا الحل ما هو الحل؟ الحل هو التواصل. إذا لازم الدولة الجزائرية تعاود تلقى الصيغ المثلى، الصيغ الحقيقية، الصيغ السنسير اللي تعاود ترجع التواصل بينها وبين الجاليا. هذا موضوع كنخلو به. بالنسبة لسؤالك، قضية ودادية الجزائريين بفرنسا وأوروبا، هي كانت تنظيمين إطار أمثل وإطار جيد لتنظيم الجالية، لتوجيهها، لإعلامها بما هو موجود معناتها في الدولة الجزائرية، وكذا تمكينها من أنها تقعد دائما في التواصل مع الجزائر عن طريق ثقافيا تعليميا أو حتى بالرحلات، وتوفير الفرص للعائلات أنها تزور دائما الجزائر. هذا العمل كان تقوم به، هذا الإطار الأوحد اللي كان اللي هو الودادية كان تقوم به بشكل جيد مع بعض النقائص. لكن الجالية بنفسها تطورت وظروف تطورت، وجود هذا التنظيم الموحد الأحد هذا ما عادش ممكن، ما كانش مشكل نجم يروح هذا التنظيم، ولكن الدور نتاعو تتولاه نسيج جمعوي نشط وطني يكون على دراية بالقضايا اللي تهم الجالية وعلى دراية بالأهداف اللي عندها الدولة تجاه هذه الجالية، ويعمل مع الدولة مع السلطات مع الممثليات الدبلوماسية باش يمكن الجالية أنه تكون كما تقول تحظى ب انا نقول انه الجزائر الجمهوريه الجزائريه عندها خاصيه. مانيش انا باش نقول لكم الجزائر كيفاش نشات الدوله الجزائريه، نشات بالتضحيات تاع الشعب الجزائري. والجمهوريه الجزائريه والدوله الجزائريه عندها خاصيه انها عندها بعد اجتماعي لصيق بهويه الدوله الجزائريه. الجزائري من حقه ان يكون عنده حق اجتماعي مع الدوله الجزائريه، وهذا سعت عليه هذه ثقافه الدوله الجزائريه. المواطن اللي في الخارج يوصل له كذلك هذا البعد الاجتماعي اللي يكون علاقته مع دولته وشعبه الجزائر. اذا انا نقول انه اليوم كيف يحافظ على هذا الرابط؟ من يخلق هذا الرابط يا شكيب؟ يعني لنكن هؤلاء الناس يعيشون في دول اجنبيه تحكمهم قوانين الدوله التي تستضيفهم. انت الان كسلطه كدوله لديك ممثليات دبلوماسيه، ما هي الوسائل أو الآليات اللي وفرتها باش تحافظ على هذا التواصل؟ هو القضية هي قضية آليات كما قلنا من قبل، ليس إرادة، الإرادة موجودة، ولكن ما الآليات؟ هل متوفرة هذه الآليات؟ وهنا هو هذا هو المشكل. هل الدبلوماسي الجزائري مكون باش يقدر يشرف على تنشيط أو التواصل مع جمعيات ناس إطارات عايشة في فرنسا، أخرى عايشة في إنجلترا، أخرى في كندا، وهو جاي كإطار جزائري موظف دبلوماسي بالرغم تكوينه؟ هل ترى عنده تكوين مؤهله باش يتولى هذه الملفات؟ انا نقول لك انه الدبلوماسيه ليست هي وزاره خارجيه وحدها، لانه في الدبلوماسيه فيه الجانب السياسي، نعم، فيه الجانب الامني، فيه العسكري، فيه الجانب الاقتصادي، التجاري، الاجتماعي، الثقافي. هل كل انا ما نعرفش باللي كاين شخص
يكون مؤهل ومكون في كل هذه المجالات، في حين احنا كنشوفوا الدبلوماسي كيتشوف المسار المهني نتاعو تلقاه اليوم راه يخدم في الشؤون القنصليه، غدوه يخدم في الشؤون التجاريه، غدوه راه في الثقافي. هل ترى عنده التمكين يمكن هو باش يخدم مع الجمعيات؟ ما عندهمش. انا نقول لك لازم نحطوا اولا التكوين نتاع التكوين ونتاع الموظفين هذوما اللي يكونوا في المؤسسه. اثنين، الاهداف تكون واضحه. ماذا ننتظر من الجاليه؟ هل نفس الانتظار اللي نستناه من الجاليه نتاع تونس كما الجاليه تاع فرنسا او تاع ايطاليا او تاع بريطانيا؟ على ذكر هذا استسمحك نائب شكيب، انت الان تعيش في تونس وتعرف بان الجاليه التونسيه في فرنسا خاصه لديها نواب وعددهم يتجاوز النواب الجزائريين. لو نطلب منك فقط بموضوعية الآن مقارنة بين زملائك التونسيين اللي مثلوا الجالية التونسية ودور الجالية التونسية في الاقتصاد والتنمية داخل تونس مقارنة بالجالية التي كنت أنت تمثلها وهي الجالية الجزائرية وعلاقتها بالجزائر، كمقارنة فقط. على مستوى الأداء البرلماني كما قلت لك في أول ما بديت أنا في الحصة، فيه سلبيات كبيرة من حيث النتائج والفاعلية، لأنه مؤسساتيا تنظيم أنت البرلمان الجزائري ودور النائب الجزائري مؤسساتيا ليس محدد بشكل كافي اللي يقدر يؤدي مهمته التمثيلية ومهمته كدفاع كمدافع عن حقوق ممثليه من الشعب سواء الجالية أو داخل الجزائر. هذا من جهة. من جهة أخرى، الجالية التونسية حقيقة على مستوى الاقتصادي والاجتماعي حاضرة بقوة في تونس وتعد رافد من الروافد المهمة جدا في تغذية الاقتصاد التونسي بالعملة الصاحبة وبالاستثمارات ومن ذلك القبيل. هذا علاش؟ لأنه النظام مثلا النظام المصرفي التونسي يسمح بذلك، النظام مثلا نتاع الإداري فيه تهيئة مسبقة. وإحنا اليوم كنشوفوا مثلا كيف نحبوا نصلحوا نشوفوا مثلا الجزائريين علاش ما يساهموش بلي دوفيز مثلا في الجزائر؟ يسعى نشوفوا النظام البنكي نتاعنا، هل ترى يسمح بلي ترانسفير دارجون؟ النظام المصرفي في الجزائر تقريبا يعني معطل مع الجاليه، عدم وجود حتى بنوك جزائريه. هذا هي ابقى معنا الاستاذ شكيب، الاستاذ شكيب ابقى معنا حتى نعطي حق كذلك ناصر خباط من ليون. السيد ناصر خباط، راك تابعت انت النقاش سواء داخل الاستوديو مع ما قاله الحاج محرز او الدكتور خلف الله او النائب البرلماني من تونس كمقارنة يعني أنتر لا كومينوتي تونيزيان وعلاقتها بتونس ولا الجالية الجزائرية وعلاقتها بالوطن الأم؟ تفضل سيد ناصر. بارك الله فيكم، جي بيان سوفي ليشانج الحوار باسيوني انتر الحاج محرز و الدكتور. فينالمون سي دي بوين كونفيرجون. جو ديري كو دون مانيير تري كونكريت سور لي مو لي مو امبلويي سون روندو سانس. Et le Hajj Mahrez a certainement raison de dire que finalement, ce n'est pas une déchirure. Pourquoi ? Je vais vous expliquer en deux mots, deux petits mots. Non. Malgré les 14 mois de Covid, malgré que la communauté a été coupée de l'Algérie, malgré que la communauté n'a pas pu enterrer ses morts, non, pendant cette période compliquée, on a vu que le Jazairier en France s'est levé comme un seul homme quand les feux ont pris en Algérie, en Kabylie, à Skikda et ailleurs. On a vu une solidarité extraordinaire. Et quand on parle de Keynes, de trésor, c'est ça le trésor. C'est ça le trésor de l'algérinité qui coule dans les veines des hommes et des femmes algériens. C'est-à-dire que malgré les épreuves qu'on a vécues, qu'on a eues moi-même, Benefsi, j'ai enterré l'Hajja, Allah yarhamha, Yom al-Aïd, ou Mahdarnash, l'Janazataha. Mahdarnash, l'Janazataha, bi WhatsApp. ولكن ولكن انا بنفسي هذه جائحه مست كل البلدان. خلينا نرجع معك فقط. اسمح لي وي سي بو بيرميتي مسيو خبط سي بو بيرميتي جي با فيني انت اليوم انت اليوم تعرف بانه اولادنا اللي هما الجيل الثاني والثالث فلابوليو وغيرها ما يتكلموش اللغه العربيه يا رجل، لا الدارجة الجزائرية. وإذا كنت أتكلم معاك شوية بالدارجة الجزائرية مكسرة، في الوقت اللي كانت لاميكاد دي زالجيريان تصرف الملايير بالعملة الصعبة والمعلمين يروحوا من الجزائر، على بالك باللي الجالية الجزائرية الوحيدة اللي أبنائها ما يتكلموش اللغة العربية في وجود مدرسة
مقارنة ونعطيك الأسماء، المدرسة العراقية أو بقية المدارس الأخرى. الآن كي تقول لي ما كاش دي شيري كولتورال، احنا مع الدوبل كولتور، الدوبل كولتور سي تو ريشيس سي با اون دو شيري سيرت مي وي كاسكو نا في بور نو زونفون سورتو في لا بوليو. شوف عندك الحق 100% quand vous parlez de l'amicale déjà en Europe que moi-même j'ai connu, moi-même je suis parti à l'amicale et كان الحاج الله يرحمه كان قيم كان منهم في الامicale déjà en Europe في ليون، كان واقف معهم تاع المنظمه معهم. Je sais ce que c'est que l'amicale déjà en Europe et je sais ce qu'elle nous a apporté et ce qu'elle a apporté. Ça c'est important parce que pourquoi, c'est quoi la différence entre l'amicale était impulsée par une volonté politique et des moyens aussi. On donnait des moyens à l'amicale qu'elle est arrivée à se structurer d'une manière très, 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 très concrète. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait eu un vide de la communauté. On a laissé la communauté livrer elle-même et la nature a horreur du vide. Vous dites dans les banlieues, parce que le GLIA, le chauve, Khid Karim, le GLIA... Alors, lequel fait le حوار تاع mon préambule, j'ai parlé de la nouvelle Algérie, moi j'ai lu la nouvelle constitution et effectivement, on a vu des choses intéressantes. L'observatoire de la société civile, c'est quelque chose, quand on le lit, il est parfait, il faut le mettre en application. Le Conseil national de la jeunesse, qui impliquerait aussi des personnalités de l'Algérie, c'est cadélique, c'est quelque chose de très intéressant. Il faut que la partie de l'Algérie soit partie constituante de cette nouvelle Algérie, avec toutes ces composantes politiques, c'est important, c'est ça. C'est que la volonté, il faut qu'il y ait la volonté politique, il faut qu'il y ait l'envie, la volonté, le madra, le CSIA, et faire avancer l'Algérie avec ça. Ok, Seyed Nasser. نعاود نختم معك سيد محرز. الدكتور قال لك غياب لا هو أكد على غياب الإرادة السياسية في التواصل مع الجاليه. شوف ربما ما تفضل به شوف غياب لا فولونتي بوليتيك، ما قالش غياب سياسي، انا ما سمعتش قال غياب سياسي، بالعكس كنا متفقين كل بلي فيه اراده سياسيه سي لي مويان اي لو سويفي اللي متبعش اللي ما كاش ايه مي الاراده السياسيه موجوده، هذا ما ادى الى هي مي دي شيرور دي شيرور اللي كيفت فما انت كيفت فما انا اني با سو لون لونغور دو دي شيرور الناس غايبه على الوطن يا سي محرز نرجعوا لهذا ربما نحن شوف مع ما تفضل به الاستاذ محرز رانا متفاهمين وانما راك الصوره فقط ماناش متفاهمين فيها فقط اللي متفاهمين في لو كونتوني وفي المبدا ما هو المبدا ان الجزائري هذا متعلق بوطنه بالجزائر مهما كانت هذه العراقيل مهما كانت هذه الهوة حقيقه واش راك تحكي لكن احنا رانا نحكيو مهما هذا الهوة اللي رانا نشوفوها احنا هو رانا نشوفو فيها ومع ذلك الجزائري مازال متعلق وراه عايش آلام الجزائر عايش مستشفيات كي نتكلم على الكوفيد تكلمنا باللي الهبة كانت من الجالية كامل كان اللي يجيب تضامن شوف أنا كانوا اللي يجيبوا لي دراهم يجيبوا الدواء يجيب حتى يجيب لك حتى يروح من الفارماسي يشري زوج بايض ويقول لك ها أبعد يعني أبسط حاجة الآن قلت لك أنا نحن كيف نستفيد لو كانت هو يعني الأستاذ عبد الكريم الله يركز على تجربة لاميكال لأن تجربة لاميكال كانت ناجحة وكانت جامعة فلماذا لماذا لها إحنا الآن مادام رانا نريد ندير أن نصحح وعلاه جستومون كسروا لاميكال لأنها كانت ناجحة وعرفوا الخطر تاعها وعلاه 100 يورو أون بيرسون اللي كسر اللي يحاول يكسر الثورة الجزائرية ويحاول يكسر الروح الوطنية تاع الجزائريين هو كما جات في النقاش قبل قال لك باللي ميتيران سي لوي كي امبوزي بور لا دو سوليسيون دو لاميكال إلا با امبوزي غراتويتمون لأن عارف باللي لاميكال كان إطار تاع اللي يخلي الروح الوطنية تبرز واللي يخلي الهيكلات تكون ويجمع بين الجزائريين ويتواصل هذا الأمور الثقافية ويتواصل الأمور تاع مع البلاد ويتواصل هذا الروح الوطنية كسرها لأن قصد الآن لو كونسا إلي لا لا بروف أجوردوي لو ميساج تاع ميتيران هذا مازال متواصل لا فرونس كولونيال مازال متواصل نوجدوه اليوم في زاد بحدة لا بنفس الفكر لكن كل واحد طريقته يعني نوجدوه اليوم في الحقنا والنصاع يطعن في تاريخنا ماكرون في البريزيدون ماكرون كي فو انفيستير مش في لا كوميونيتي الجيريان برك يعني ولا في
يفلاد في الليجان وهذه الحركه ولاد المهاجرين باش يزيد ينمي فيهم هذا الروح اللي ضد اللي تخلي تنمي فيه الروح الكونية ضد الجزائرية. انا واش نقول؟ اسمح لي واش نقول؟ خلاص الوقت. لا اسمح لي واش نقول؟ لا 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 الوقت للاسف سي محرز سنعود. نعم كلمات. نعم تفضل باختصار. الان ميم لاميكال اذا ما كانش نعم يفو بريفيليجي لاكتيفيتي نون غوفيرمونتال. نعم لان احنا جربنا وشفنا باللي السياسه مع 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 القنصل ومع كذا ما جابتش فعاليه كبيره لان عندهم مشاكل تاع الباسبور مشاكل تاع كذا مشاكل تاع اسمح الان الشيء لازم بريفيليجيه ونشجعوه ونميوه ونعملوا به هنا وفي ولهذا ولهذا تبقى التنظيمات غير الحكوميه لان لان هذه الجاليه الي بلوريال. نعم يعني با دي با بوليتيكمون قال خلاك الي بلوريال هذوك سي تي تخليها مرتبطه مع وتشجع تنظيمات غير الحكوميه ونشاط غير الحكومي اللي هو انا تقدر. ولكن ماذا نستخلص من عند السي محرز؟ لانه الوقت مثل ما يشير لي الان المخرج الوقت على الجزء الثاني هذا انتهى. ما نستخلص من كلام السيد محرز هو السؤال اللي راح نطرحه ولكن نسمع الاجابه بعد الفاصل من السيد شكي باعتباره كان نائب. ما تنساش باللي الدستور السابق سي محرز كان فيه لارتيكل سكونابيل سيكونتيان الذي يمنع على أبناء الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج من تبوء مناصب سياسية عليا في الدولة. وهذا ما سأطرحه من سؤال على السيد شكيب. مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذا الجزء. فاصل قصير ابقوا معنا وسنعود للنقاش.